تجسيدا لمتانة التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية في مختلف المجالات الامنيه اجرى المدير العام للامن الوطني ولمراقبه التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي زياره عمل الى الولايات المتحده الامريكيه خلال يومي الثالث عشر وايضا الرابع عشر من يونيو الجاري وذلك على راس وفد امني ضم مديرين واطرا بين من المصالح المركزيه للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني والتعاون الثنائي بين الجانبين يتجسد خصوصا في مجال مكافحه الارهاب والجريمه المنظمه العابره للحدود الوطنيه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أكد أن الحموشي عقد خلال هذه الزيارة جلسات عمل ومباحثات مع كل من مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية ومع مدير وكالة الاستخبارات المركزية وأيضا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كما بحث عبد اللطيف حموشي مع مسؤولي المصالح الاستخباراتية والأمنية الأمريكية مختلف التحديات الأمنية والتهديدات التي تطرح الجماعات الارهابيه وشبكات الاجرام المنظم في العديد من مناطق العالم بما فيها منطقه الساحل والصحراء والشرق الاوسط واوروبا وتم التطرق كذلك للعمليات الافتراضيه المرتبطه بمكافحه الخطر الارهابي والجريمه المنظمه خصوصا في اشكالها السبرانيه وارتباطاتها العابره للحدود الوطنيه